وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عن الصحابه الطيبين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الكفر والكافرين، واذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها، وخيرها اخرها، وخير ايامنا يوم نلقاك. اللهم انا نسالك من الخير كله، عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ابطل، اللهم ابطل خطط اعداء الاسلام، اللهم ابطل خطط اعداء الاسلام التي يكيدون بها الاسلام. اللهم اعذنا وذرياتنا من شياطين الانس وشياطين الجن يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم احفظ هذه البلاد المباركة، اللهم احفظ هذه البلاد المباركة، اللهم احفظ منافذ هذه البلاد المباركة، اللهم احفظ ثغور هذه البلاد المباركة، اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد المباركة بحدودها، اللهم احفظ هذه البلاد المباركة بحدودها وجنودها، ووفق قادتها لما فيه عز الإسلام والمسلمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لكل عمل يرضيك، وعنه على كل خير ورشد وصلاح، ووفق ولي عهده لما تحب وترضى، وعنه على كل خير، وعنه على العمل الرشيد والرأي السديد. اللهم اكشف الكربات عن المسلمين، واكشف الكربات عن فلسطين، اللهم اكشف الكربات عن المسلمين والشدائد يا رب العالمين، واكشف الكربات عن فلسطين، واكشف عنها الشدائد، انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، لعلكم تذكرون، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.